بين خاطرتين مع الدكتورة هناء نمنكاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل اللي يسمعونا من كل مكان، عسى أيامكم ولياليكم كلها مليئة بالرضا والسلام واليقين. في الحلقتين الماضية تكلمنا عن الشك في النفس وكيف ممكن نتعامل معه، وشرحنا بعض التفاصيل والأمثلة. واليوم حنكمل في السؤال اللي طرحناه في آخر حلقتنا: الناس اللي شككون في نفسنا إيش نعمل معاهم؟ بداية، إذا شكينا في قدراتنا مهم من الآن نوقف هذا الشك. الشك معناه إننا في حيرة وما إحنا متأكدين، في قلق، في توتر دائم. نفس الكلام بنكرر ونفس الكلام بنقوله ونفس المتاهة موجودين فيها ونفس الأسباب اللي بنبرر فيها عدم نجاحنا أو وصولنا للأمور اللي نبغاها أو حتى فساد علاقاتنا. حنوقف هنا وحنبدأ نشتغل على تفكيرنا. مثل ما قلنا، نتكلم مع أحد، نجمع معلومات، نبدأ نلاحظ أنفسنا ونشتغل عليها في نفس الإشكالية والموضوع اللي إحنا شاكين فيه في نفسنا. الآن نجي عند سؤال حلقتنا: الناس اللي أثرت علينا كيف ممكن نتعامل معاها؟ التعامل معاها بعد ما نكون تحررنا من هذا الشك اللي حياخد معانا فترة طويلة، مثل ما الشك هذا تزرع فينا خلال مرات شهور وسنوات وفترة طويلة، عشان نتحرر منه ترى حياخد مننا وقت، لكن ممكن. هل نخلي هذول الناس في حياتنا أو نخرجهم منها؟ حقيقة ما في شيء محدد نقدر نمشي عليه ونقول نخليهم في حياتنا أو لا، ولا في منطق يدعم إنه إحنا إذا خليناهم وكملنا معاهم حيتفهمونا أو لا، أو في منطق يأكد لنا إنه إحنا لو خرجناهم من حياتنا ما عاد حنتأثر أو ما عاد حنشك في نفسنا، لأنه ممكن يجوا ناس غيرهم وهذه سنة الحياة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجود أشخاص سيئين في حياتنا أو مضرين أو يؤذون سواء بكلامهم أو بتصرفاتهم، صعب نقرر إذا حنخليهم باقين أو نخرجهم. المهم من هذه الآية نصبر عليهم قد ما نقدر، وفي نفس الوقت نوازن بينها وبين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب عشان نحافظ على صحتنا النفسية وثقتنا وتفاؤلنا وتقديرنا لذواتنا، مهم مع الصبر نضع حدود واضحة بيننا وبين هذول الأشخاص. ما نقبل تماما إنه أحد يتعدى علينا بالكلام، أو نقبل إنه أحد يزرع فينا هذا الشك. إذا أحد قال لنا صفة سلبية موجودة فينا، نحاول نتأكد معاهم. لكن الناس اللي فقط تجي ترمي بعض الكلمات وتثير شكوكنا في أنفسنا وقدراتها، هذول مهم جداً إنه ما نقبل هذه الطريقة منهم. فنضبط علاقاتنا بالآخرين، خاصة هذا الشخص السيء أو المؤذي. من أحد الطرق إنه إحنا نتكلم معاهم إذا كان ممكن يستوعبوا كلامنا، ونقول لهم إنه طريقتهم أو كلامهم جداً بتأثر علينا وعلى ثقتنا بنفسنا وبتخلينا نشك أساساً في قدراتنا. خلي تكون فينا الشجاعة إنه نتكلم مع هذول الناس اللي ما حنقدر نطلعهم من حياتنا. ممكن يكونوا أم أو أب أو أطفال، أو ممكن يكون مسؤول معانا. أهم شيء الطريقة اللي إحنا حنوصل فيها معاهم ونتكلم بيها. ممكن أيضاً نغير الطريقة اللي نتعامل فيها مع هذول الناس. لمن يطلقوا الأحكام علينا في ذاك الوقت تحديداً ما نسمعهم. إذا كانوا أشخاص ما نرتجي منهم إنهم يسمعونا أو يغيروا طريقتهم، على الأقل وقت ما يزرعوا فينا هذه الشكوك ما نسمعهم أو نبعد عنهم عشان لا نتأثر سلباً منها. أيضاً مهم نتعلم كيف نحمي نفسنا إننا نتأثر سلبياً من كلام الناس، ونعود نفسنا إنه ما نصدق كل شيء يتقال عننا. إحنا نعرف نفسنا كويس، وعشان ما ندخل في شيء من الكبر أو إنه إحنا نطنش كل حاجة ممكن تتقال عننا وقد تكون صحيحة، قلنا مهم نعرف أكثر عن الموضوع ونتكلم مع أحد نثق فيه إنه يبغى مصلحتنا في الأمر، عشان نتأكد إذا هذا الشيء فينا أو لا. طب إذا كانوا اللي بيأثروا علينا زوج أو زوجة، هنا حنطالع في المصلحة العامة، وهذا الشيء مرة مهم. قلنا إذا نقدر نتكلم معاهم مع شريك حياتنا ونفهمه إنه كلامه بيأثر علينا، ممتاز، ونشتغل مع بعض إنه إحنا ننتبه على كلامنا وعلى اتهاماتنا لبعض. لكن إذا كان أحد الطرفين بيتمادى، ممكن عارف إنه هو مخطئ بس ما بيوقف عن هذا الأمر، هنا لازم نفكر تفكير عميق ونستشير. بعدها نقدر نقرر إيش وضعهم في حياتنا، لأنه المصلحة العامة دائما هي المحافظة على الأسرة كثر ما نقدر. بس أكثر من كده، وإذا كان شيء فوق طاقتنا، لكل بيت قواعد ولكل وضع أحكام معينة، فهنا لازم الاستشارات والتفكير العميق وسؤال الله الهداية.
القاعدة نضع حدود لكلام الناس في حياتنا. إحنا نختار الشيء اللي نسمعه والشيء اللي ما نسمعه. نكون واعيين إنه ما نسمع للأشخاص إلا كلامهم جداً يأذينا. حنفكر في المواضيع اللي انزرعت فينا على أساس إنها سيئة وسلبية وبدأنا نشك إنه هي موجودة فينا حقيقي أو لا. حنتعلم أكثر عنها وحنتكلم مع ناس نثق فيهم. جداً خطر نخلي الشيء اللي إحنا شاكين فيه في نفسنا داخل رؤوسنا، لأنه حيفضل يدور ويدور ويدور وما حياخذنا إلا لمكان أسوأ، وحنبدأ نتخيل كل شيء سيء عن أنفسنا. عشان نتعافى من الشك في النفس ما هو سهل، وقلنا حياخذ وقت طويل معانا، لكن ممكن نسأل نفسنا إيش الأفضل. إنه إحنا نشغل وقتنا وطاقتنا، نفكر كيف نخلي هذول الناس في حياتنا أو لا، نخرجهم أو نخليهم باقين، ونفكر مين اللي تكلم علينا وكيف إحنا ممكن نردها وكيف ممكن ننتقم منهم، أو حتى مرات ممكن ما نعطيهم حقوقهم إلا الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا، وكده ندخل نفسنا في متاهة أخرى وممكن نظلمهم معانا. سواء هم كانوا مخطئين أو غير مخطئين، الشخص اللي يبذر فينا بذور الشك لازم ننتبه منه، لكن أبداً مو علينا إنه إحنا نقضي حياتنا نفكر إذا لازم هم يكونوا موجودين أو لا، أو كيف إحنا ممكن ننتقم منهم أو نرد لهم الأذى اللي وجدوه فينا. لكن إذا ركزنا في أنفسنا كيف نتحرر من هذا الشك، هنا حنرتاح وحنعيش حياة أجمل وأريح بكثير من حياة الشك في النفس وقدراتها. يوم ما نشتغل على نفسنا وكيف نتعافى من هذا الشك، حنتعلم نحمي أنفسنا من أي بذور شك ممكن تجينا في المستقبل من أي شخص كان، سواء نفس هذول الأشخاص أو غيرهم، وهذا الأهم. لأنه لو خرجنا هذول الأشخاص من حياتنا ترى ممكن يجوا غيرهم، وكل إنسان ممكن يأثر علينا بطريقته، فالمهم إنه إحنا نشتغل على أنفسنا. مهما كان نوع الشك اللي عندك في نفسك، في ناس اللي حوالينك، في دينك، في أي حاجة، إذا استمر معاك من غير ما تتعلم عنه أكثر ما حينتهي، حتتعمق فيه أكثر، حتتعمق في جهله وفي ظلامه، حتتعب جداً في حياتك وحتتعب الناس اللي حوالينك. مهم جداً نتخلص من هذا الشك، وأول طريق مثل ما قلنا بالنور وبالعلم. وبكذا ننهي حديثنا بين الشك واليقين، وبإذن الله حندخل في الحلقة القادمة بين التفكير والقلق. اللهم يا ربنا زدنا علما واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كنت معاكم هناء نمكاني، في أمان الله.